الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مساء الخير حبايب، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير، وكل عام وانتو كمان بألف خير، ان شاء الله يا رب هيك سنة الجاي منكون بالحج كلياتنا ان شاء الله يا رب، الله لا يحرمه حدا. اذا كنتوا جداد على هاي القناة لا تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، واهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت لقناة جديد، وخليلي قلبكم وعتعليقاتكم الحلوة، وتسلم ايدين كل صبية عم بتحط لي لايك. وهي بعد ما رجعت على البيت سويت سحور للاولاد، وسويت رغيف الي كمان سحور جبنة، طلعت طيبة، هي اللي كنت قايلت لكم عليها انه عاملين عليها عرض بالبيم، عن جد طعمتها بتجنن. هلا هيك بكون خلصت المطبخ كلياته، فعم فكر بكرة نروح نشوي اذا الله راد. هلا سحروا الاولاد واذن الصبح، انطروا اتوضا واصلي، بس اول شي طالعت اللحمة، طالعت الشيش، وطالعت انين تعصري، انا عايز صرت عيدي، ونشوف بكرة شو الله كاتب لنا. يلا خليكم معي وتصبحوا على الف خير. هلا هم ما بعرف، انا كنت قلقانة وما كان عم بيجيني نوم، فتوضيت وصليت الصباح وقرأت شوي بالقرآن، وضليت قاعدة تقريبا للساعة 6 حتى حسنت اغفل. كمان مثل ما شفتوا انه كنا مقررين نطلع نشوي برا، لاني الله وكيلكم والله ملينا من الطبخ، وملينا من الجلي، وملينا من كل هدول الشغلات. فحكيت لها لماما شو رايك نطلع انه نشوي برا، انه جاي على بالي شوي، فقالت لي تمام يلا اذا بدك يعني نروح نشوي منروح نشوي. فشوفوا شو صار معنا بعد ما طلعت الشويات وعساسنا نروح نشوي هيك بشي حديقه حلوه. شوفوا شو صار معنا هون. بعدين حسيت حالي انه انا تعبت، فرحت حطيت راسي ونمت. بعدين فيات ابني عند الشيخ وابني الثاني على المدرسه. خلاص قررت اشيلهم واشلفهم من هون. تفرجوا يا الله، اول ما طلعت فكرت النمل هيك، فبعدين طلعت لا والله اكل عصافير ما له نمل ولا شيء. ماميرو ليش اكل عصافير عاملين؟ هدول ليش هيك عاملين؟ كسر راسهم كوكو؟ هالكوكو؟ حرام حرام. حطيت لهم الاكل في الارضيه، طلعوا قلت لهم تبركوا بتاكلوا في الارضيه. مش قد ما كانوا بيعذبوني ما بسخف فيهم ابدا، وبرجع بعبي لهم اكل وبحط لهم اياه. حتى كان عندي قطه اغلب المتابعين بيعرفوها، كانت على طول تتوحش علينا وتجحرنا، بس رغم كل هاد كنت حط لها اكل وما اسخف فيها. عن جد اللي بطعمي حيوان او بدير باله عليه مش قد له حسنات عند الله. تعال المدرسه اجيب يحيى ابني ويلا امشي نروح مع بعض. هاي جبت يحيى، امشي لقلك امشي. هون على اساس بدنا نطلع نشوي برا كان الجو كتير حلو، شوف نار كاني صيف يعني ولا كاني شتاء، بس انه السياره فجاه خربت معنا، فاضطرينا انه نروح عند اهلي ونشوي. سهيله سهيله روحي لعندها، روحي لعندها كده، يلا 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 لك، روحي لعندك مي هون ماما، هنيك هنيك روحي روحي خلى جوا، يلا 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 كده كده كده. يوم جاي عبالنا الشوي، فقلت لماما امشي روح على الحديقه نشوي، فقالت لي ماما خلص تعي نشوي هون. بقى هلا اختي طلعت تستقبلني. شلونك اختي؟ شلون صحتك؟ اهلا اختي، عندي محاضره قبل ما تفوتي. اول شيء سلمي علي. السلام لله. اهلا. ايه يلا تفضلي. في محاضره لازم اقول لك عليها. نعم واحد. بتعلقوا تواكيركم وما بتحطوهم على الكراسي. حاضر. واغراضكم كلهم بتطبقوهم بالخزانه وما بتشوفوهم، كل ما ماشي اغراض لك واغراض لبنتك. حاضر. ايوه. وبعدين بتلملموا كل شيء وراكم، واذا شفتوا شيء من كنت بتلملموه وراكم. ايه بدها تجوزي؟ ايه بدها تجوزي؟ ما رح اتجوز. بالله؟ اهلين. انا ما رح حسستك اختي. حسستك وينك شيء وحده، وينك قلبها ملام مني. ده امشي امشي يلا تفضلي تعالي امشي تعالي. اشوف علوشه سلم على نانا.
نعلا اشتقتي لنا يا عمري، اشتقتي لنا. شلونك امي؟ شلون صحتك يا عمري؟ اشتقتي لنا. السلامة، نورت لك، نورت لك بوجودك يا عمري، بوجودك. ايش عم تعملي لنا؟ عم تقلي لنا بطاطا؟ اي والله. تمام. سلام اخوي، شلونك اخوي؟ شلون صحتك يا عمري؟ بدل ما تقوم تستقبلني من على الباب هون قاعد؟ يلا بسرعة. هلا انت عم استقبلتني. تعي ميرا، تعي بوسي خالك، بوسي خالك كده. ميرا خالي، شوفوا بالتركي البقدونس. محمد قال ماما بدها بقدونس، محمد قال ماما بدها بندورة، محمد ومحمد صايم وسأخبر الله بكل شيء. ايوا قدي لنا هول حقتيني، لك لا هول حقتيني انت كده. لبرا اخوي، انت وبنتك يا اخوي. هي اختي، طلع شو عم تعمل فيني. طلعي انت وبنتك، طلعي. والله اشد ظهري فيه. امشي بنتي، امشي لنا الله، امشي. تعي يا عمري، امشي يا عمري يا بنتي، امشي. بابا تشوفوا وشنا ابدا ابدا، في عمركم وحياتكم. يلا ابن عمي، انت تستلمنا اليوم الشوي؟ ها؟ معناتها ايش طلع شوي هلا؟ شغله. بعدهم بالاخير اخذنا الشويات ورحنا على بيت اهلي. شفتوا اختي شو عملت لنا محاضره؟ هو حقها لاني كانت حايسه ومخلصه وتعبانه، وانا بقدر هذا الشيء. وهاد كلياته عم نمزح انا وياها، خلي لي قلبها وان شاء الله هيك يا رب افرح فيه عن قلبي. الشباب عطوا شوي طلق اخوي لعند جوزي، الله يعطي الف عافيه. طيب ايش حط ياش قد واحد؟ هلا احكوا لي يا بنات، شو اول يوم العيد بتعملوه؟ مين بيطبخ نهار الوقفه؟ مين بيطبخ اول يوم العيد؟ مين بحب يساوي اول يوم العيد؟ يبرا. هلا اغلب العالم اللي عم بساله شو بدك تعملي اول يوم العيد، اغلبهم عم بيقولوا لي يبرا. هلا اكيد في بنات رح يلفت نظره زورا الفطر، رح يقولوا لي شو رح تعملي بالفطر؟ الفطر منحب نضمه ونشويه بيطلع طيب. شايفين اختي قد صلت ساعه عم تحكي بتحكي، فبنتي قلت لي عم تمشي فتفشكلت هيك بالغلط، فكثير خافت عليها وردت عليها. شايفين قد حنونه عليها، يعني ما تحسبوا انه هي هيك بتحكي، بس هذا كله عم تمزح. ما عرفته بس قال بقولوا لا تكتر راحتك على بيت اهلك، بعودوا بكرهوك. فاختي حسيتها انه بلشت تكرهني. ايش رايكم انتم؟ واللي بينس اللي نسي حط لي لايك، حط لي لايك. تسلم ايديكم كلياتكم يا صبايا. هلا انا قاعده عند اهلي عم سجل لكم الفيديو، قاعده بالمطبخ والعصافير طوشوا راسي بالتصفير. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلها جوا، لا تطلعي لبرا، روحي اجيبي حباستك. امي لعب بهدلوها. بابا لايك شير. عيدة سلم يلا. السلام عليكم، لايك شير سبسكرايب. معلش ابني صايم، فمشان هيك المسكين ما بطلع معه الكلام. ماني متسحرة امبارحة. يا القطة ان شاء الله. قدن علي ما لهم سوي لسه على الاكل. لسه ما خلصنا شوي. حبوك لك في شو هاد؟ وين ريحة انت؟ وين محا؟ مين انت اصلا؟ بسم الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك. صايمة ولك؟ مين انت صايمة؟ هاي اللي تجهيزات. لا شو الفحم؟ الفحم مش هتاخر. راح دوق دوق ايه صعيدوا انها التوم. شلون وانا لا دوق بطاطا.
شو شلون؟ طيب فرط طيب يا ريت. وهون ست الحبايب عم تضمننا الكبابه. على فكره بدي اعطيكم بس ملاحظه، اذا بدكم الكبابه تنضم معكم بسرعه وما تعذبكم بس البسوا بايديكم كفوف. هون اخوي عم ينقل كل اللحمه لبرا مشان يشوها، لاني الحمد لله واخيرا انه اشتغلت النار معهم. يوم خلي لي قلبه والله لا يحرمني منهم كلياتهم. وهون ميرا راكده ورا خاله. هلا بتمنى انه انتم ما تملوا من فيديوهاتي وعم تتسلوا معي وانا عم عيشكم هيك روتيناتي وبس هيك عم حب اتسلى معكم والله مو اكثر. هون الليمون حطينا له بس توم وشوية فلفله ونقطه زيت. بعدين بتحطي في قلب الجوانح وقت بدك تاكليهم، كتير بتطلع طعمتهم طيبه عن جد، جربوها ورح تدعولي. الفيديو اللي نزلته امبارح اكثر التعليقات كاتبي لي اياهم، نحن بدلك يا عبير بنترك كل شيء بنروح عند اهلنا، الاكل بيتعوض بس عزيمه الاهل ما بتتعوض. فوالله يا بنات انا هيك مثلكم، بس اسمع انه نروح عند ماما يلا برقد رقد لعندها والله، وشو بدها انه بعمل وبساوي، بس انه الضر رضياني علي خلي لي قلبه والله لا يحرمني منه يا رب. قال انا طلع عند الشباب وابى اقول لهم هم يمكن ما اكلوا يا حرام، فعبينا لهم هون كاسات لبن، فطلعت لقيتهم قاعدين على الكرسي برا وعم ياكلوا مش شوي للاكل. قالوا لي بتصدقي هيك اطيب، ما انه نقعد على السفره ونحط سلطه ومدري شو. فانا رحت جبت لهم سلطه وجبت لهم بطاطا وجبت لهم شويه شغلات، وقلت باخذ لكم كمان لقطه تصوير من الجوانح لاني هيك بيكون خلصنا شوي، بس كتير تاخرنا مثل ما شفتوا قدام لسه هداك الوقت كنا مشغلين النار على الشوي. يلا اختي هلا انتي اكلت فطرتي معنا، جيتي لعنا كله بتساوي لسه ما فتحت الكاميرا مش ما صدقتي. طلعي طلعي شايفه هيك المطبخ، تعالي نعمل له سحر قبلانه. وهيك بنكون خلصنا. يا الله شد تعبنا، الله يعطينا الف عافيه يا رب. ولهون حبايبكم وصلنا لاخر فيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. لا تنسوني من لايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس وخلي لي قلبكم والله لا يحرمني منكم. سلام. فيك الحب زاد عمل